الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. سنفير، شنو هي القضية الجديدة والمراسلة من الوزارة حسب ما قال لنا شاكر إلى الفيفا، والفيفا اللي رجعت لكم واستفسرت عن تدخل سياسي في شؤون كرة القدم التونسية؟ كانت واضحة لنا أنت. هو حتى نضع الأمر في إطاره، احنا كنا اليوم عندنا اجتماع مكتب جامعي للمصادقة على العقود نتاع الأوبرمنت مع التنمية الوطنية وكذلك مع قناة قنابع. وكذلك المصادقة على العقد نتاع السيد بوتكلور مع مسائل مختلفة أخرى. فوجئنا اللي مكتوب صادر عن جامعة تونسية الاتحاد الدولي. بتاريخ اليوم يتضمن كونه حصلوا وتواصلوا بمكتوب صادر عن سلطة الأشراف بتاريخ 17 سبتمبر. تضمن طلب حل المكتب الجامعي على معنى الفصل 21 من قانون الهيئة الرياضية وتعيين هيئة مؤقتة في انتظار تنظيم انتخابات بالفيفا في 2013. الحق لنا من هذا المكتوب وفوجئنا احنا وخدمين خدمة لأرواحنا ومتأهل قرار في هذا الشأن. رد بتاع الاتحاد الدولي كان رد فوري ورسلتنا او وجهت لنا مكتوب او نسخه من المكتوب اللي وجهته لسلطه الاشراف ضمن كونه استيائها العميق مثل التصرف. وكذلك ذكرت فيه سلطه الاشراف بمقتضيات الفصل 13 و17 لوائح الاتحاد الدولي التي كونه التدخل السياسي في الهيئه الرياضيه من شانه كونه يؤدي مباشره الى اقصاء جميع الفاعلين في كرة القدم من أي مشاركة دولية سواء كان على مستوى اللاعبين أو كذلك على مستوى الأندية المشاركة في الكرة الإفريقية وكذلك على مستوى المنتخبات الوطنية سواء كان على مستوى المنتخب الأول أو على مستوى المنتخب الأصغر المترشح إلى كأس العالم. واضح. وواجهت لنا مكتوب ثاني طلبتنا فيه باش نقدموا إيضاحات في خصوص هذا الأمر اليوم 26 من هذا الشهر. بعد غدوة حضرنا وجهلنا الحق توا خرجنا من مكتب الجامعة كنا كلنا متواجدين جهلنا ان شاء الله غدوة راح يتبعث الى شنو هي فحوى الاجابة شنو حطيته في الاجابة؟ لا ما فيها شيء ايجابي انا ما نخبيش عليك باش نتعرض الى مضمون المكتوب اللي وجهته سلطة الاشراف انا مودي كونه ربما مضمون هذا المكتوب السؤال اللي وجه الى سلطة الاشراف او من حرر هذا المكتوب يعني نفيتوا كانت على ما ورد في هذا المكتوب يعني نفيتوا اي تدخل لسلطة الاشراف بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم باش ما تكونش هو سامحني لبيد من ربما من المضحيات المضحكات المبكيات كون سلطة الاشراف في تاريخ ما عابت على المكتب الجامعي كونه ربما توجه الى الفيفا في امر ما واحنا عمرنا ما توجهنا الى الفيفا باي مكتوب كان اليوم نلاحظ سلطة الأشراف نفسها تتوجه إلى الفيفا مع ما قد ينجر عن ذلك من نتائج مش وخيمة فقط على كرة القدم التونسية وفي هذا الظرف والتوقيت غير المناسب صرمة وصرمة جدا وأظن كونه هذا ما هوش وقته اليوم احنا منكبين على التحذير لمقابلة هامة وهامة جدا في عوض تأكيد الكل يكون على هذه المقابلة قاعدين سامحني الكلمة وني اون تران دو جيري حاجات معناها فريمون اكوتي هل انه هذا المكتوب اللي توجه فيه من المسؤولية ما ربما يؤدي الى ارساله كما قلنا مش التوقيت المناسب هذا المكتوب وخاصة أنه الكل يستعد لزوز مباريات فاصلة ضد الكاميرون لكن حابين نعرف شنو المضمون نتاع المراسلة نتاع الجامعة حتى على التوقيت هي لوائح الفيفا واضحة جدا لا نعرف هذيك اللوائح أما حتى على التوقيت يا خويا خلينا نكملوا الزوز مباريات ومن بعد نبعثوا المكتوب إذا كان لازم باش نبعثوا المكتوب هكا ولا أنا وجهنا السؤال وماذا بينا ننتظر إجابة من سلطة الإشراف على الأقل خلينا نعرفش يقولوا لا نحن ما بعثناش فما مصدر مجهول بعث المكتوب هذا وانت حل سيف سلطة الاشراف كل شيء ممكن في البلاد هذه طبعا المكتوب الذي وجه من الاتحاد الدولي معناه بعثوا لنا نسخه منه اللي وجهوه الى سلطة الاشراف وبينوا لهم ما هي النتائج التي قد تنجر على مثل هذا الاجراء واضح يعطيك الصحة سي نبيل مشكور جدا سي نبيل الدبوسي الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم مشكور شاكر على